السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من تالبوت فينيك بطولة العالم عام 1960. اتأخرنا شوية في هذه الحلقة، تقريبا بقالنا 5 أيام ما نزلناش حلقة جديدة في السلسلة دي علشان بنتابع بطولة داتا ستيل، البطولة اللي بيشارك فيها بطل العالم ماجنس كارلسن، وهدفه منها انه لو ما وصلش 2900 يقترب جدا من 2900، تبقى خطوة لوصوله 2900. وده مش موضوعنا، خلينا نكمل سلسلة تالبوت فينيك النهاردة. قبل المباراة رقم 8، احنا النهارده هنشوف المباراه رقم 9. قبل المباراه رقم 8 كانت النتيجه 5-2 لصاحبنا تال، وتال لعب في المباراه رقم 8 بالاسود وقال انا هرجع للتفريع بتاع الكينجز انديان ومعاه سي 5 اللي احنا بنسميه دلوقتي المودرن بينوني، والحقيقه ان هو ما قدرش يفوز، وتم تقليص الفارق في النتيجه من 5-2 ل 5-3. هذا الفوز الذي حققه بوت فينيك أعطى ثقة بنفسه كبيرة، والنهاردة تال هيلعب بالأبيض، وتعالوا نشوف إيه اللي هيحصل. هل يا ترى الفارق هيقل فعلا، الاتنين دول يبقوا واحد مثلا، ولا هنشوف تعادل دمه تقيل، ولا هنشوف إيه؟ ويا ترى تال دماغه أو الاستراتيجية بتاعته في بقية المباراة هتكون إزاي، أو بقية البطولة هتكون إزاي؟ هل أقفز والعب لعب دفاعي وحاول أتعادل مدام الرجل بقى لما بنحاول نهجم بيكسب؟ هنعمل إيه النهاردة؟ هتشوفوا حاجة من أغرب ما يكون. قبل ما نبدأ خلينا متفقين 1000 لايك في أول 24 ساعة عشان نقدر نوصل وننزل يعني فيديو جديد قريبا في وسط داتا ستيل. أوكي، E4 ويقابل الكاروكان زي ما قابل الكاروكان في المباراة رقم 3 و5 و7. مباراة رقم 1 قبل الفرنسي واستطاع أنه يغلبه، فبوت فينيك قال لك لا أنا همسك في الكاروكان بدل بخسر بالفرنسي، لا بلاش. وشفنا هذا التفريع بنايت اي 2 وشرحنا طبعا التفاصيل، ليه عايز يروح هنا ويضغط على الفيل ويعمل تضحيات على الاي 6. فعشان كده شفنا في المباراة رقم 5 شفنا الاي 6، في المباراة رقم 7 شفنا نايت دي 7 عايز يلعب اي 5 على طول. في المباراة دي احنا هنشوف نايت اف 6. صراحة بوت فينيك قاعد بيطبخ طبخات في الافتتاح ويحلل كويس وتعبان على نفسه على الآخر. كل مرة بيجيب نقلة جديدة بأفكار جديدة، بيحاول يحارب النقلة بتاعت نايت اي 2 دي. المهم اتش 4 اتلعبت هنا، برضو بيلعب ضد الفيل ده، الفيل ده قرب يتزنق في اتش 6. نايت اف 4 لو لعبت حاجة زي كده دلوقتي فطبعا المنظر هيبقى وحش جداً، والبيدق ده ضعيف والامور مش كويسه، فرجع بالفيل في الاتش 7. نايت سي 4 اللي متابع السلسله عارف ان انا قلت الراجل نفسه يضحي في مربع الاي 6، ولكن يمكن التضحيه على مربع الاي 6 تكون قويه ساعه المباراه رقم 5 علشان بوت فينيك لسه ما روحش وحلل الشكل وعرف هيلعب ايه. النهاردة أكيد بوت فينيك بطل عالم بيقعد يحضر ويشوف لو التضحية دي كانت حصلت هتعامل معها ازاي. ومع ذلك بعد التبييت وبيشب دي 6 يقرر تال اللي مش مضطر أبدا يعمل كده انه يضحي نايت تيكس اي 6. ليه يا عم تال؟ ما انت ذات نفسك بتقول ان بوت فينيك ده بطل عالم تقيل، وانه أكيد راح حلل التضحية وكانت هتبقى أنجح لو لعبتها في الماتش الخامس، لكن في الماتش رقم 9 أكيد الرجل ده حللها في البيت، ليه تلعبها وانت معاك نقطتين؟ حافظ عليهم ما تقللش الفارق. المهم ساعات كده في حاجة اسمها The Human Urges، يعني عندك إلحاح شديد أني لازم ألعب التضحية اللي نفسي فيها دي حتى لو أخسر، بس أنا نفسي ألعبها. المهم تيكس وبعدين بيشب تيكس. الراجل له مبررات، يعني له مبرر ان ليه ضحيت التضحية، والتضحية مش وحشة. الانجن في 2022 بيقول تفوق واحد للاسود، لكن احنا في 1960 وكل واحد بيحلل بدماغه. فليه هو المبرر بتاعه ان يضحي حاجز؟ قالك الملك لا هيبيت شمال ولا هيبيت يمين، دي اول حاجة. تاني حاجة، الرخاخ لن تأتي بسهولة إلى المباراة. لو دافع بشكل inaccurate الحقيقة أنا هقدر أن أنا يعني أخد عليه تفوقات،
لو حاول يتخلص من فيلي ده مثلا فهيبقى عنده مربعات ضعيفة جدا في المربعات البيضاء، وحصاني هيلاقي بيت قوي جدا في الاف 5. لو حاول يتخلص من الحصان وأكلت فهيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا في المربعات السوداء. يعني هنا في تعويض وهنا في تعويض من وجهة نظره. ماشي، كوين سي 7 اتلعبت دلوقتي، الراجل عايز يعمل كده ويحاول يبيت طويل. روك اي 1، لاحظ ان بودفينك في هذه المباراة بيلعب بسرعة، يعني شاف التضحية وبيلعب نقلاته بسرعة، مش بيقول اوبا ضحالي وعايز بقى اجيب بيست ديفنس، لا 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 لا، بيلعب بسرعة كأنه عارف هيعمل ايه وما عندكش حاجة، لدرجة ان لعب هنا نايت بي دي 7. اتفضل اكشف عليا، اكشف عليا، مش عشان انا عيان يعني، اكشف عليا يعني اكشف كده بكش، مفيش اي كشف عندك تديك اي تفوق. يعني الكش دي هتلاقيني رحت مثلا، لو اديتني كش كده هتلاقيني رحت كده اكلت كده، هتلاقيني اكلت كده، وهيحصل حاجه شبه اللي حصل في الجيم. فاللي حصل في الجيم كش من اخر الدنيا، وكينج اف 8 مديها علامه تعجب، عجباه قوي كينج اف 8 مش كينج دي 8، رغم ان كينج دي 8 برضو ما بتخسرش خالص اصفار على الانجن، لكن دي بتدي تفوق للاسود. وهات لو سمحت الفيل، فالفيل ياكل الفيل وياكل بالرخ، ودي بيست موف على الانجن في 2020. تبدو وكأن الرخ دي مش منطقية، شكلها غريب جدا. هيلعب نايت اف 5، الحصان بقى وحش، ولكن بودفينك بمنتهى هدوء الأعصاب يلعب التحضيرة اللي محضرها في بيتهم، جي 6. يا سلام عليك يا بودفينك، ايه جي 6 دي؟ قالك تضحية بيدق على الاتش 6. طب لو انا خدت البيدق ده بالحصان ما هو التعويض؟ قالك دي خسارة، انت لو لعبت كده الاسود يكسب. ازاي؟ كش الاول، بعدين لو دخلت هنا ترجع ها هنا، عايز اخد قطعة. لو حاولت تهرب بهذه القطعة، فانا عشان مدي كش وانت هربت هنا، في كش دلوقتي جامدة جدا وكسبت منك قطعة تانية غير القطعة اللي انت مضحيها اصلا. اما لو اديتك كش وهربت جوه في الاف 1، فبعد نفس النقلة وتحاول ترجع، روك تيكس اتش 4 برضو جامدة، ونخش في شكل ما عندكش اي تعويض عن القطعة اللي انت مضحيها. تفوق 4 هنا معاك، الاسود معاه قطعة كاملة زيادة، وكل قطعة بتلعب ما عندوش اي مشاكل، فالابيض بيخسر. وبالتالي بعد جي 6 العظمة اللي لعبها دي، والتال مديها علامة تعجب، بيشوب تيكس اتاكلت بكش، والملك يهرب في الجي 8 والامور تمام. لو انت دلوقتي يعني ما خدتش بالك فده مطلوب تمشي بيه، اخد الفيل، فلازم تضحي خلاص الفيل في الحصان ياكل، وبعدين تبقى تهرب بالفيل بتاعك كما حدث في المباراه، والشكل على الانجن سلايت ادفانتج للاسود، يعني تفوق طفيف للاسود. طيب روك اي 7، وقبل ما اقول لك كوين دي 3 اللي اتلعبت، عاوز اقول لك حوار دار بين بودفينك وتال بعد المباراه. بودفينك تال بيقول انا بقعد احسب تحليلات كتيره علشان اوصل للحل الصح في هذا الشكل. بودفينك قبل ما بيحسب بيحط خطه عامه، بيقول انا هنا مش عاوز اكسر وزره، عاوز اتشالنج على الفايل بدون ما اكسر وزره. انا اقعد مع نفسي احلل كل التحليلات والحسابات الاقي عنده حق، لو كسرت وزرة في اي شكل من الاشكال بلاقي نفسي في الاند جيم بعرف اتعادل، ما كسرش وزرة الاقي نفسي مش عارف اتعادل وبخسر. فتكسير الوزرة فعلا هيفيد جدا الابيض في الشكل ده، لان البيادق هتعمل نوع من انواع السلاسل وتتحرك باريحية. خلونا نشوف اللي حصل. كوين دي 3، هات لو سمحت البيدق، وحمل البيدق بتاعه، وبعدين تال لعب نقلة يعني مش عاجبه خالص، قال كوين جي 3 دي أسوأ نقلة لعبتها من ساعة ما البطولة بدأت. ليه يا عم تال؟ قال لك والله في دماغي كنت عاوز ألعب اف 4 ولما يجوز لرخاخ ألعب روك اي 5. على فكرة التفريع ده يبدو كده وحش، بس والله التفريع ده كويس جدا على الانجن. بيقول لك اصل خفت من سي 5 يتلعب عليها سي 3، بيدق في بيدق بيدق في بيدق،
ويبدأ ياكل وما اقدرش اكل نتيجة ان وزيري متعلق. تعرف ان انت معاك تفوق يا عم تال على الانجن تيكس. طبعا الوزير والحصان مطلوب، لو اكل هنا تاكل بكش الاول، لو اكل بهذا الشكل الشكل بقى تعادلي انك كلت بكش، ولو اكل كده فالشكل برضو بقى تعادلي لو انت كلت واكل بالوزير او بالرخ الشكل اصبح تعادلي تاني او معاك تفوق واحد. ولكن تال ما عجبوش الكلام ده وما كملش فيه ولعب بس كوين جي 3 تعال نكسر. بوتفينك قبل ما يكسر لعب رخ في رخ الاول، رخ في رخ وبعدين كسر. اشمعنى بوتفينك قبل التكسيرات دلوقتي؟ علشان حركة البيادق على جناح الملك هنا هتبقى مش مظبوطة. البيادق اللي كانت حلوة وجنب بعضها ركبت وبقى الشكل وحش. بوتفينك بيقول انا كنت متوقع رخ في وش الرخ ونكسر وابدأ اخش بملكي وحاول اتعادل، وفعلا كلامه سليم. تال قال الكلام ده كلامه سليم والشكل فعلا تعادلي على الانجن، الا ان بوتفينك يفاجئه باحسن نقلة على الانجن في وقتنا هذا، روك اف 8 بيست موف. يا سلام، قالك اولا لا يستطيع تكسير الرخاخ بكش، علشان لو غطيت كده اكلت لو حاولت تاكتيفيت يور كينج فالكش دي قاتلة، تهرب اكل خلاص قطعة كاملة ومنظرك وحش. بادئ اي نعم في 3 على 1 بس كأنهم 1 على 1، الملك هيجي الحصان هيقعد يلف يضغط هنا ويضغط هنا وبتاعه، الامور هتبقى صعبة. تفوق 3 على الانجن. اما اذا بعد روك اف 8 حاولت مثلا تلعب كينج اف 2 تاكتيفيت يور كينج، فنايت اي 4 قاتلة دبل تشيك وهترجع تاكل والامور بقت مجرمة مش نافع. فروك اف 8 دي نقلة قوية جدا. اقوى قطعة عندي في النهايات اللي هي الملك لن يستطيع تال تنشطها من خلال كينج اف 2 بعد روك اف 8 القوية جدا دي. فتالي يفكر ربع ساعة تقريبا ويلعب في الاخر سي 4. طيب نايت جي 4 منتاش متحرك ولا رايح ولا جاي بالملك. دي 5 محاولات لتسليك بيدق، ما هو هيلعب ايه الكش دي؟ نفس الكلام هتغطي وياكل ياكل والملك مش عارف يتحرك بعد ما الحصان القوي جدا ده واقف، فالوضع صعب. فلعب هنا الدي 5 بيدق في بيدق بيدق في بيدق. اولا ده انجاز كبير جدا بالنسبة للاسود لان البيدق ده كمان بقى ضعيف، وجيب الحصان التاني دي 6 بيكمل انتشار. روك اف 7 ما تكملش دفع ومحافظ على انك تنزل 7، لو نزلت 7 انا هاكل هتاكل هخش بالملك هوقع البيدق خسارة. فتال راح من السي 1 عاوز ينزل 7، روك دي 7 بلوك روك سي 7. ولو حاولت بدل روك سي 7 على كلام صاحبنا تال انك تلعب بيشب هنا فيلعب عليها بمنتهى البساطة نايت دي 5، هات لو سمحت ومنعني من نزول 7. لو حاولت تنزل 7 على اي حال بفكرة ان انت لو انا كلتك تاكل وبعدين في وزير بيتجاب ملوش حل حاسب عشان في مات، كلامه منطقي والله الراجل. فقال لك انا هنزل 7 يا عم ما بلا فيل بلا بتاع هنزل 7. كينج اف 7 بدأ يقرب من الملك بتاعه للبيدق اللي في الدي 6 عاوز ياخده، وهنا تال قال لك انا تعبت مش عارف اتحرك بالملك، انا لازم اكسر فيه الفرسان كفاية بقى عشان اقدر اتحرك بس بالملك، ما انا تعبت. الراجل جاب خطة دفاعية قوية جدا انا مش عارف اعمل ايه. لو انت مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي ففي تكة في الاندجيم جامدة جاية في الطريق، فياريت يعني خليك معايا للاخر هتستمتع جدا وهتستفيد. روك تيكس كينج تيكس، واضح ان الشكل يعني خلاص بقى قطعة زيادة، ولكن عايز اقولك ان في تركات كتيرة جدا ممكن تحصل تخلي الشكل تعادلي. كينج اف 3 الراجل ناوي يبدأ يدفع بيادقه، لو عرف يسلك بيدق هنا ويشغل الحصان ويخش بملكه على البيادق دي يمكن يعرف يتعادل. كينج تيكس وكينج اف 4 كينج اي 6 وجي 4 نايت دي 5 كينج اي 4 نايت اف 6. ايه يا بوتفينك انت هتكرر ولا ايه؟ كش رجع وقام لعب له نايت بي 4. طبعا نايت بي 4 دي
بيهاجم البيدق ده، وهنا تال لعب نقلة مديها علامة استفهام، يعني كأنها خطأ. بصراحة أنا ما كنتش عارف دي خطأ ليه، لكن اتعلمت حاجة جديدة ذات نفسي في هذه المباراة. هو لعب A3 وقال لك A3 دي نقلة وحشة جدا، ومال إيه الأحسن؟ قال لك A4. يا سلام، طب إيه الفرق؟ قال لك والله الأمور كانت هتبقى أصعب بكثير على الأسود إنه يهاجم هذه البيادق لو كان البيدق ده في A4 بدل في A3، لأن في A3 اللي أنا لعبتها دي ببساطة ممكن كمان شوية هو هيرجع هنا ويلف كده نايت E5 نايت C4 يضغط على البدائين، حاجة شبه كده فعلا حصلت. لكن خليني أقولك على كلام بودفينيك، على كلام تال، لو A4 اتلعبت وتلعب نفس النقل إزاي ممكن الشكل ده يكون تعادلي؟ يعني قالك والله بعد نايت C6 مثلا G5 تتلعب وعليها نايت E5 ما عادش فيه التيمبو اللي هو هيخش يهاجم أحد البدائين وياخد منهم حاجة، هتزق عليه يمشي وخلاص. B3 ممنوع، A5، كينج D4، A5 دي إضعافات، يعني خلاص الشكل بقى إيكوال، داخل تاخد بيادق، كش أنا داخل تاني، والشكل فعلا تعادلي، كينج F5، كينج B6، الشكل أصبح إصفار على الإنجن، أنت هتوقع البيدق ده أو البيدق ده، وهو على ما يلم البيادق دي، خلينا بس أكمل لك التفريع، دي بلندر عارفين. لو نايت D4 هات البيدق، كينج تيكس، نايت تيكس B3، كينج B6 ضغط على البيدق، كينج G4، ونقلة جميلة جدا G3 الوحيدة اللي تتعادل. ليه؟ قالك والله الأسود دلوقتي ممنوع ياكل ده علشان هتزق البيدق وهتجيب وزير. فلازم يتحرك ليه بالملك رايح جاي وانت رايح جاي، ليه يتحرك بالحصان ويسيب لك البيدق؟ مش معقول، دفاع خطير جدا. فA3 اتلعبت وتلعب عليها نايت C6، H5 عاوز يسلك بيدق، G5 مفيش تسليك بيدق، مش عايز اكل، يبقى في بيدقين سالكين يعني، فلازم تعطل القطر اللي ماشي ده، فتلعب G5 بيست موف طبعا. H6، كينج F6، طبعا H6 بيقول لك كانت اكتر نقله منطقيه في هذا الشكل ان انا العب H6، وانا هكتبها في ظرف وهحطها عندي نقلة رقم 40، وهنروح وتلها وبودفينك هيرجع هيحللها في البيت ويجي يهزمني، وفعلا ده اللي حصل بالظبط. H6 بيست موف على الانجن، وهنا في طريقين، يا تلعب على الهادي نايت E5 وتحاول توقف الحصان ده، يعني تحاول توقف البيدق بعد مثلا نايت E5 H7 ترجع كده عشان الحصان ما يجريش وبعدين تبقى تروح تاخده، بس ده هيبقى شكل تعادلي، او تلعب the active move king F6. وده اللي حصل في اليوم الثاني من هذه المباراة، ان اول ما قعد على الرقعة بودفينيك ام لاعب king F6، انا رايح على البيدق، وتعالوا نشوف التكنيك بتاع المكسب بتاع بودفينيك كسب ازاي الشكل ده. king D5، king G6 هات البيدق لو سمحت، king E6 بيقول لك لو حاولت اخش كينج دي 6 هنا الامور بتكون صعبه لان A5 هيقفل الدنيا لو حاول يخش على البيدق، A4 عمل فيكسنج للبيادق هتاكل البيدق، مثلا يلعب نايت ها هنا ويروح هنا، او نايت E5 هات هنا ويروح من هنا ويوقع البيادق بهذا الشكل، فخلاص بقى ويننج. فلعب كينج E6، نايت A4 نقله ممتازه بالتيمبو اللي داخل ده، لاحظ ان هو هنا لو دخل C4 ولعب حاجه زي كده بقى البيدق التاني ضعيف زي الشكل اللي شفناه من شويه، وهنا بيندم وبيقول يا ريتني كنت لعبت A5 بدل A4 بدل A3 علشان الدخله دي هتبقى مش بتيمبو ولا حاجه، كنت هزق البيدق ومفيش حاجه هتقع. A4 لسه لعبها دلوقتي، يا خساره. نايت B3، وهنا لعبه يعني تكنيك بقى المكسب البسيط خالص، في 100,000 تكنيك عشان تكسب، ده بيوقع بيدق وده بيوقع بيدق، والملك هيبدا يتاكتف بمنتهى الهدوء، كش واخد بيدق كمان، لو عايز ياخد البيدق كان اخده كان ويننج برضه، وبعدين يرجع ياخد البيدق ده، اسرع بكتير من انك تروح تجري تاخد البيدق وبعدين تبدا اسرع بكتير، ده فوق 5 خلاص. بعد نقله G3 نايت E2 البيدق ده بيقع، وبعدين هيقع البيدق الثاني،
الأمور بقت سهلة جدا وبدأ ده هيجري، والملك بطيء جدا عنه يروح لآخر الدنيا يأكل ويرقي. وتم تقليص الفارق من 5-3 ل5-4. بصراحة دي من أجمل بطولات العالم اللي أنا تابعتها، لأن فيها شد وجذب، فيها يعني شيقة جدا، لأن مش متوقع أن الواحد يكون كسبان 3 بونت ويخسر 2 بونت ورا بعض، مش معقول. حاجة كده بتخلي الشطرنج بتاع زمان ده جميل قوي. أنا مستمتع جدا بالبطولة، وأتمنى تكونوا أنتوا كمان مبسوطين. اعملوا لنا لايكات كتير، ونشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.